خليني اخذ مكالمه. معنا باب من الجزائر. اهلا وسهلا اخ باب، تفضل انت معنا على الهواء. سلام المسيح اخ نزار، كيف حالك؟ اهلا وسهلا اخ باب، اهلا فيك حبيبي. ربنا يباركك ويبارك خدمتك اخ نزار، انا دائما من المتابعين ومعجبين بحلقاتك الاخ نزار. ربنا يباركك، ربنا يباركك، تفضل اخ باب. نعم، انا اود ان اقدم يعني واشهد عن اختباري مع الرب يسوع اخ نزار. تفضل. نعم، انا في الاول يعني انا كنت مسلم سابق، وكنت يعني اقرا القران واحفظ القران واصلي في المسجد كباقي المسلمين يعني، ولكن يعني كنت يعني اقرا القران بشكل مبرمج يعني، الى ان بدات اقرا القران بقليل من الوعي يعني. وما استوقفني هو يعني الايات، ايات القتل، ايات العنف يعني الموجوده في القران يعني، شيء يعني هذا هو اللي اوقد فيا روح البحث يعني. وانا اود ان اوجه رساله للمسلمين يعني، ابحث عن الرب يسوع المسيح، ولكن ليس من خلال القرآن، من مصدره الرئيسي اللي هو الإنجيل. هناك تعرف يعني الرب يسوع المسيح، وتعرف محبة يسوع المسيح. أخ باب، ممكن أسألك يعني اللي أنا بفهمه منك إنه إن أنت انجذبت ليسوع المسيح لأنه بيتكلم عن المحبة أو التسامح، مش آيات القتل اللي أنت كنت تقرأها في كتابك قبلا عندما كنت مسلم، هذا الشيء اللي جذبك للمسيح؟ نعم نعم، لأن ما جذبني للمسيح يعني أن رسالة المسيح لم تنتشر بالعنف بل انتشرت بالمحبة. يسوع المسيح لم يحمل بحياته سيف ولا حتى تلاميذه، رسالة الإنجيل انتشرت فقط بالمحبة، وتعتبر المسيحية الآن أكبر وأول ديانة منتشرة في العالم. كيف ذلك؟ نعم، هذا هو الذي جذبني. طيب أخ باب، لكل أحبائنا سواء مسلمين أو مسيحيين إسميين اللي بيشاهدوا هذه الحلقة، إيش ممكن تقدم رسالة للي بيسمعونا؟ أنا أقدم رسالة لكل المسلمين وكل المسيحيين الإسميين يعني، أنهم يقرأوا الكتاب المقدس ويقرأوا الإنجيل، لأنه يعني فيه روح الرب، روح الرب هناك يتعرف على يسوع المسيح وروح يسوع المسيح. كما يقول يسوع المسيح في الإنجيل، ليس خلاص تحت السماء إلا بيسوع المسيح. أمين. يقول المسيح يسوع المسيح، أنا هو الطريق والحق والحياة، لا أحد يأتي إلى الآب إلا بي. أمين أمين أمين. شكرا نزار. شكرا جزيلا أخ باب، ربنا يباركك، ربنا يحميك، وربنا يستخدمك تكمل رسالتك في بلدك، ربنا يكون معك حبيبي، شكرا جزيلا. طبعا يعني هذا شاهد انه تغيرت حياته لانه رفض ايات القتل والعنف وجاء الى المسيح، وطبعا والمسيحية لانها تعلم عن المحبة والسلام ايضا.